بسم الله الرحمن الرحيم. انا هتكلم عن السبايروكيتس. يعني ايه سبايروكيتس؟ يعني حلزونيه بيبقى شكلها حلزوني تحت الميكروسكوب. تحت الميكروسكوب. طب ايه هم السبايروكيتس؟ هم ثلاثه بكتيريا بنختصرهم بالبي ال تي. البي البوريليا، ال الليبتوسبايرا، والتي تريبونيما. بوريليا ليبتوسبايرا اند تريبونيما. تمام. في نيمونيك بيقول لك بوريليا از بيج. يعني ايه بوريليا از بيج؟ يعني البوريليا هي اكبر واحده فيهم بالحجم، وبالتالي هي الوحيده اللي ممكن اشوفها تحت الميكروسكوب العادي، ان اللايت مايكروسكوب. تمام. ولكن مش بصبغها بالجرام ستين. ليه؟ لان كل السبايروكيتس ما بيتصبغوش بورلي ستيند باي الجرام ستين. تمام. وبالتالي بصبغها بحاجه اسمها الجيمسا ستين. الجيمسا ستين، واحنا كنا خدنا قبل كده ان في بعض البكتيريا بنصبغهم بالجيمسا ستين، اللي هم الريكيتسيا، البوريليا، الكلاميديا تريبانوسوما، اند البلازموديوم. طب هنحفظهم ازاي؟ certain bugs really try my patient. بعض البجز بتحاول بتشوف هصبر قد ايه. تمام. certain bugs really try my patient. certain السي كلاميديا، البي بوريليا، الار ريكيتسيا، التي تريبانوسوما، اند البي از بلازموديوم. certain bugs really try my patient. هم دول اللي بيصبغوا بالجيمسا ستين. بالجيمسا ستين. يبقى البوريليا هي اللي بتشاف الوحيدة تحت اللايت مايكروسكوب، انما الباقي التريبانوما مثلا، التريبونيما مثلا، بتتفيجواليز باي الدارك فيلد مايكروسكوبي. الدارك فيلد مايكروسكوبي، او بجيب لها انتي بودي ويتحط عليها، وبالتالي تمسك في الانتيجين وتبان تحت الدايركت فلوريسنت انتي بودي مايكروسكوبي، الدي اف اي، الدايركت فلوريسنت انتي بودي مايكروسكوبي. ادي السبايروكيتس. اول حاجه عندنا في السبايروكيتس هي تريبونيما باليدم. تريبونيما باليدم اللي بتعمل مرض السيفيلس، هي اول حاجه بورلي جرام ستيند، يبقى ما بتصبغش بالجرام ستين. هي فيري ثين وول، وبالتالي ما بتشافش باللايت مايكروسكوبي. هي فلاجيليتد، وبالتالي هي موتايل. يبقى لما هشوفها تحت الدارك فيلد مايكروسكوبي او الدايركت فلوريسنت مايكروسكوبي، هلاقيها سبايرال وهيليكال وموتايل. سبايرال وهيليكال وموتايل. تمام. بعد كده قلنا ان هي بتعمل مرض اسمه السيفلس. طب السيفلس ده عباره عن برينيال ديزيز. يعني ايه برينيال ديزيز؟ يعني مرض بيبقى موجود في منطقه البرينيال، يعني اليوروجينيتال باسج، سواء في الجينيتال تراكت او الايه اليورينري تراكت. بس هنا السيفلس هو برينيال لانه هو جينيتال تراكت ديزيز. المود اوف ترانسميشن بيبقى سيكشوالي، وطبعا سيكشوالي دي معناها ان هو بيبقى اعلى بين الجاي. تمام. وفيرتيكالي اكروس البلاسينتا. فيرتيكالي اكروس البلاسينتا، اي حاجه بنقول ان هي فيرتيكالي باسج او فيرتيكالي ترانسميشن، بقصد ان هي بتتنقل من البلاسينتا للفيتس، من البلاسينتا للفيتس. طبعا سيكشوالي يعني اعلى بين الجي، وبتبقى دايما ايه في الميوكس ميمبرين. الميوكس ميمبرين سواء كان فاجينال ميوكس ميمبرين، مثلا انال، اورال، كل دوت ايه سيكشوالي ترانسميتد. طب السيفلس ده عباره عن ايه؟ يعني ايه اللي اشوفه في العيان واقول ان دوت عنده سيفلس؟ قال لك السيفلس بيجي بثلاث اشكال. اول شكل هو ستيج 1 في البدايه خالص، بيجي عن طريق شكل بقع حمراء في الجلد. بقع حمراء في الجلد وخصوصا في الجينيتال تراكت. بقع حمراء في الجلد وخصوصا في الجينيتال تراكت، وبسميها شانكر. طبعا كل دي لها صور. الشانكر هو عبارة عن بقعة حمراء في الجينيتال تراكت، ولكن دي بتبقى بينلس
يعني لو ضغطت عليها ما بيحسش بألم، ودي ديفرنشال دايجنوزيس مع الشانكرويد. فأنت عندك الشانكر بينلس، لكن الشانكرويد بينفول. الشانكر بتعمل بتحصل بسبب التريبونيما باليدم في الفيرست ستيج اللي احنا بنتكلم عنها، انما الشانكرويد بسبب بكتيريا اسمها الهيموفيلس دي كوراي. طب نحفظها ازاي؟ الشانكرويد اللي فيها دي هي اللي بسبب الهيموفيلس دي كوراي، كوراي ميك يو كوراي يعني بينفول، انما الشانكر عكسها بقى ما فيهاش دي يبقى بسبب التريبونيما باليدم، ما فيهاش كوراي يبقى بينلس. شانكرويد ديكوراي بينفول، شانكر تريبونيما باليدم بينلس. يبقى اول حاجه ممكن اشوفها في العيان اللي واقدر اقول ده سيفلس اللي هو الشانكر، تمام. طب هشوفها لما شفتها وقلت ده ممكن يكون سيفلس اعمل ايه؟ اعمل اخد عينه من الشانكر دي، اخد عينه من الشانكر الفلويد بتاع الشنكر، يعني هضغط عليه اطلع منه الفلويد، وبالتالي احطه تحت في الدارك فيلد مايكروسكوبي، هلاقي الايه؟ هلاقي هيليكال وسبايرال، هعرف ان هي تريبونيما باليدم. قال لك الفيرست ستيج بتبقى لوكالايزد زي المرحله الاولى مثلا في اللايم ديزيز ده، انا بس عشان افتكر ان البوريليا بيبقى فيها بتعمل حاجه اسمها اللايم ديزيز، فيها اول مرحله برضو بتبقى لوكالايزد في حته معينه، فدي الفيرست ستيج بتبقى يا دوبك في الجينيتال تراكت في حته معينه بيحصل شنكر، وبالتالي بتبقى بينلس وبقع حمراء. بشوفها بالدارك فيلد مايكروسكوبي، ممكن اشوفها بالفي دي ار ال والار بي ار. ايه الفي دي ار ال والار بي ار؟ دي عباره عن انت عندك ان البكتيريا اللي هي تريبونيما بالي دم بتطلع حاجة اسمها باي برودكت، يعني لما تيجي تصيب الجسم بتطلع باي برودكت للتريبونيما بالي دم انفكشن. تريبونيما بالي دم انفكشن بلاقي ناتج عنها حاجة اسمها كارديولبن، يبقى الكارديولبن ده باي برودكت للتريبونيما بالي دم انفكشن. كارديولبن مادة بتطلع في الجسم لما يحصل انفكشن بالتريبونيما باليدم، لكنها بتطلع في اوقات تانية كتير، تمام. فالفي دي ار ال هو عبارة او الار بي ار بيشوفوا الكارديولبن دوت، بيشوفوا الانتي بودي ضد الكارديولبن، لما طلع الكارديولبن بيطلع ضده انتي بودي. انا هبحث على الانتي بودي اللي ضد الكارديولبن وبسمي التست ده في دي ار ال او ار بي ار، وده بيست افضل حاجه ممكن اعمل بيها سكريننج في الفيرست ستيج، بعد في الفيرست ستيج بعد الدارك فيلد مايكروسكوبي، بعد الدارك فيلد مايكروسكوبي. فده انيشال تيست، طبعا انا عملت الدارك فيلد مايكروسكوبي اتاكدت، اعمل انيشال تيست بالفي دي ار ال لو عايز اعمل تيست يعني اتاكد هو في الفيرست ستيج ولا السكند، غالبا بيبقى بوزيتيف في 80% من الناس، تمام. طب انا ممكن الاقي غير الشنكر الاقي حاجه تانية بيكون بيسموها حاجه اسمها ديسمينيتد ديزيز، يعني ايه؟ المرض بقى انتشر، بقى البكتيريا ازن بلاد في الدم، ده الاول كانت لوكالايز دلوقتي وصلنا ان هي بقت في الدم. فستيج 2 او السكندري سيفيلس بتلاقي في ماكيولو بابيلر راش، بتلاقي بقى بقع، بدل ما كانت بقع حمراء لوكالايز بسميها شنكر وتكون بينلس، لا ده انا هلاقي راش في الجسم كله واسميها ماكيولو بابيلر راش، يعني بطش حمراء او بقعه بتكون ديفيوز في الجسم كله، كبر كالورد يعني لون الكبر النحاس، بتكون انكلود البالم والسول يعني موجوده اكتر في البالم، في البالم وفي الايه؟ في السول، بطن الايد وبطن القدم. طب ايه تاني اللي كنا بنقوله عليه موجود في البالم والسول؟ قال لك راش في البالم والسول ممكن اختصرها بكلمه كارز، السي الكوكساكي فيروس، كوكساكي اي فيروس، كوكساكي اي فيروس، الار ريكيتسيا، الاس سكندري سيفلس، الاس يعني سيفلس وخصوصا في السكندري سيفلس، بلاقي ايه يعني الكورز دي؟ بلاقي راش في البالم والسول، راش في البالم والسول في الكيس، اي كيس يجي لي او اي واحد جاي لي لقيت عنده راش وخصوصا في البالم والسول
بقول له انت عندك حاجه من ثلاثه، يا اما كوكساكي ايه فيروس، يا اما ريكيتسيا، يا اما سيفلس، وخصوصا سكندري سيفلس. قال لك في البالم والسول ممكن يجي راش برضو، وبيكون عباره عن ديسكويميشن راش، يعني بيتقشر كده، فبيبقى دوت في الاطفال خصوصا بيسموه كواساكي ديزيز. كواساكي ديزيز يبقى الاول كان شانكر سموها برايمري سيفلس، تاني ماكيولو بابيلر راش ديفيوز كولرد كوبر كولرد انكلود البالم والسول. البالم والسول موجوده برضو في كورز وكساكي اي فيروس الكيتسيا وسكندري سيفلس. بلاقي كمان حاجه اسمها كوندايلوما لاتا. يعني ايه كوندايلوما لاتا؟ يعني الاقي على الجينيتال بدل ما كان فيه بقعه حمراء اسمها شانكر او الاقي راش، لا ده انا بلاقي كلاكيع بقى كده، كلاكيع من الجلد وبتكون فلات. الكلاكيع دي بتكون فلات وبتكون وورت لايك، بيطلع حاجه اسمها وورت كده في الرجل ساعات، مش عارف بيسموها ايه بالعربي، بس هي وورت لايك وفلات وفليشي، بتكون حمراء بتكون مستويه وورت لايك. وورت لايك بتظهر على الجينيتال، بسميها كوندايلوما لاتا. هتقول لي خلي بالك انا عايز اعمل ديفرنشال دايجنوستس مع الكوندايلوما اكيوميناتا. ديفرنشال دايجنوز قال لك الكوندايلوما لاتا كلاكيع على الجينيتال بتحصل بسبب التريبونيما بالي دم، وبتكون ويت، يعني لو ضغطت عليها هلاقي فيه ايه، فيه فلويد. كوندايلوما لاتا ويت، ادي الحرف الثالث تي، وويت الحرف الثالث تي، يبقى كوندايلوما لاتا بتكون ويت وبتكون بسبب التريبونيما بالي دم. عندك حاجه تانية اسمها كوندايلوما اكيوميناتا برضو فيها تي بس مش التالت، يعني كوندايلوما اكيوميناتا بتكون دراي، يبقى كوندايلوما لاتا بسبب التريبونيما بالي دم بتكون ويت، وبتحصل في السكندري سيفلس. سكندري سيفلس اكيوميناتا بتحصل بسبب الهيومن بابيلوما فيروس، فيروس اسمه هيومن بابيلوما وبرضه سيكشوالي ترانسميتد، و بتكون بقى دروي. يبقى انا كده عملت ديفرنشال دايجنوز بين كوندايلوما لاتا اللي هي ويت بسبب الترينيبيونيما باليدم في السكندري ستيج اوف السيفيلس، او كوندايلوما اكيوميناتا اللي هي بسبب الهيومن بابيلوما فيروس وبتكون دروي. طب انا لقيت واحد عنده شانكر وعملت له دارك فيلد مايكروسكوبي وطلع ايه عنده السيفلس، لقيت سبايرال موتايل اورجانيزم، لا ده بقى واحد تاني المرض اتطور عنده لغايه ما لقيت ماكيلو بابيلر راش، ماكيلو بابيلر راش، ولقيت عنده حاجه اسمها كوندايلوما لاتا. ابحث ازاي بقى هنا؟ اجي اعمل له في دي ار ال. طب مش هعمل له ليه دارك فيلد مايكروسكوبي؟ هعمل له دارك فيلد مايكروسكوبي، لكن هنا غير ان عايز اتاكد انتشر في الجسم ولا لا، اجي اعمل له الفي دي ار ال، الفي دي ار ال او الار بي ار، هبحث عن الكارديو ليبن، الانتي بودي ضد الكارديو ليبن. ممكن كمان اعمل حاجه اسمها الاف تي اي، وده بيبحث عن الانتيجين، يعني بيبحث عن السبايروكيتس نفسها، بتحط انتي بودي هو اف تي اي انتي بودي، بتحط انتي بودي على العينه اللي معاك تمسك في الانتيجين اللي هو السبايروكيتس، وده بيبقى كونفيرماتوري. انما اللي انا هعرف بيه ان هو انتشر في الجسم وهعمل بيه سكريننج هو الفي دي ار ال او الار بي ار، تمام. وممكن بقى اعمل حاجه اللوكالايزد عندي دارك فيلد مايكروسكوبي. قال لك كمان حاجه نسيتها، ان ممكن يحصل ماكيلو بابيلر راش، راش في الجسم كله، كوندايلوما لاتا عن الجينيتال. ممكن كمان يحصل حاجه اسمها الليمفادينوباسي، والليمفادينوباسي انديكيت السكندري سيفلس، يعني لما الاقي الليمف نود فيها مشكله، الليمف نود وارمه، دي معناها ان السيفلس بقى حصل له حصل له انتشار في الجسم، بقى ديسمينيتد ديزيز. عندك حاجه بقى بين، يعني وهو بيتطور كده بيحصل شانكر، بعد كده ماكيلو بابل الريش، كوندايلوما لاتا، ليمفادينوباسي. قال لك ساعات ما بيظهرش بقى عليه حاجه خالص، وبيكون لسه موجود عنده الفاير، بيكون لسه موجود عنده البكتيريا وما بيظهرش، يبقى اسيمتوماتيك ما بيظهرش عليه حاجه. لكن لو عملت له السيرولوجي، يعني عملت له الفي دي ار ال او الار بي ار، في دي ار ال او الار بي ار، هلاقيه بوزيتيف. ده معناه بوزيتيف سيرولوجي ويز نو سيمبتومز، يبقى ليتنت ستيج، بتكون بتوين السكندري ستيج والتيرشري ستيج.
ايه التيرشر ستيج دي بقى الايه النهايه بقى بتاعت السيفلس، ده بقى هتدخل تصيف في الاعضاء. هنا البكتيريا كانت في الاول ايه لوكالايزد، بعد كده وراحت الدم، بعد كده راحت على الاورجانز بقى المختلفه. بكتيريا از ان اورجانز بقى، راحت في الكارديو فاسكولار والسي ان اس. اول حاجه هتروح على الاورطه، ليه وخصوصا الاسندنج اورطه ليه؟ عشان دي فيها هواء كتير، والبكتيريا دي بتحب الايه الهواء، في هاي اكسجين كونتنت، هايلي اوكسجينيتد، اللي هي الايه الفيرست بارت بتاع الاسندنج اورطه، فتيجي رايحه هناك ويحصل حاجه اسمها انت، يحصل الاول انتي بودي رياكشن، يعني يجي لها انتي بودي ويحصل مشكله كده بين الايه بين البكتيريا والانتي بودي، دي بتؤدي الى ان الخلايا نفسها تموت، الخلايا اللي موجوده في الاورطه تموت. انت كمان رحت في للخلايا اللي موجوده عند الاورطه، عملت هناك مشكله، عملت انفلاميشن، عملت بعد كده نيكروزس، موت بعض الخلايا، فتؤدي موت بعض الخلايا ده لتورم بدايه الاسندنج اورطه، فيحصل حاجه اسمها اورتايتس. اورتايتس بعد ما كان الخلايا ماسكه ببعضيها، لا ده في خلايا منها ماتت وحصل انفلاميشن، فالخلايا بعدت عن بعضيها، حصل ايه؟ حصل انيوريزم، وسعت بقى ما بقوش ماسكين بعض زي الاول، يبقى اورتايتس ادت لانيوريزم. الانيوريزم ده ممكن يرابشر، يعني بعد ما الاورطه كان ماسك في بعضه كده بقى ايه بقى زي ما يكون استك بهدلته كده خلاص، بعدت الخلايا عن بعضيها، حصل انيوريزم. انيوريزم يعني توسع كده، وبعد كده ايه ممكن الدم وهو بيندفع يجي مقطوع الاورطه دوت، يحصل له رابشر، تمام. وممكن بدل ما يحصل له رابشر الانيوريزم دوت يؤدي، انت عارف ان هنا بيبقى فيه صمام، فيحصل اورتيك ريجيرج، انت عارف ان في الاورطه هنا، فيحصل اورتيك ريجيرج. ممكن كمان ان البدايه هنا، احنا عارفين ان بدايه الاورطه بتطلع ايه، بتطلع الدم للكوروناري، بتطلع الدم للكوروناري. طب وانا بطلع الدم للكوروناري بحاجه اسمها اوستيوم، وحصل هنا انفلاميشن، فالدنيا ضاقت خالص، انت الاورطه وسع تمام، بس الاوستيوم بتاعه اللي هو الحاجه اللي طالعه البلاد فيسلز اللي طالع يروح يغذي القلب، يعني الكوروناري فيسلز نفسها البدايه بتاعتها ضيقت. ضيقت ليه؟ عشان بقى فيه بكتيريا وحاجات كتير، وكمان الاورطه وسع، فالوسعان دوت ضيق الايه المخرج منه للكوروناري، فالكوروناري اوريجين حصل له ستينوزس، كوروناري اوريجين ستينوزس، الاوستيوم اللي هو بدايه الخروج الكوروناري ارتري، كوروناري اوريجين ستينوزس. البكتيريا كمان بقت موجوده قفلت المكان دوت، فحصل ايه الدم ما بقاش يروح للقلب كويس، فحصل انجينا، ويسموها سيفيليتك انجينا، يعني انجينا حصلت بسبب السيفلس. والسيفلس ليه؟ لان البكتيريا راحت عملت مشكله انفلاميشن، وكمان راحت للفازا فازورم اللي هو البلاد فيسلز اللي بيغذي الاورطه، ووقفت فيه فسدته، فموتت بعض الخلايا، موتت الخلايا، وبالتالي ايه حصل اورتايتس، حصل كوروناري اوريجين ستينوسس سيفاليتك انجينا. يبقى انا رحت البكتيريا از ان اوريجين في السي في الكارديو فاسكولار سيستم، حصل سيفاليتك انجينا، سيفاليتك اول حاجه سيفاليتك اورتايتس ادت الى انيوريزم، الانيوريزم ادى الى رابشر، او الانيوريزم يؤدي الاورتيك ريجيرج. ممكن كمان يحصل ستينوزس في الكوروناري اوريجين فيحصل انجينا، بسميها سيفاليتك انجينا. عندك ممكن يروح يترسب في السي ان اس، يروح التريبيونيما باليدم دي تعمل مشكله في السي ان اس، تروح للدورسال كولوم. انت عندك ادي السباينال كورد، السباينال كورد بيكون فيه هنا كولوم كده، يعني بيكون فيه تراكت طالع من الجسم اللي فوق،
عشان يحمل السنسيشن للجسم للسريبيلم وللسريبرم يفهم ايه اللي بيحصل. طب والدورسال كولوم ده، الدورسال كولوم بينقل بينقل السنسيشن ما عدا التمبريتشر والبين، هو بينقل بقى البروبيوسبشن سنسيشن التاتش، بينقل البريشر. ده الدورسال كولوم، وعارفين انه بيتقسم لكونييت وجراسيل. المهم كورس الدورسال كولوم بينقل البروبيوسبشن وبينقل البريشر والتاتش، تمام. هو بقى هيروح يعمل مشكله في الدورسال كولوم، يروح يترسب هناك، يحصل اميونيتي رياكشن هناك برضو، كمان بيقفل الفيسلز اللي رايحه تغذي الدورسال كولوم، الفيسلز الصغيره، وبالتالي هيحصل حاجه اسمها تيبس دورساليس. التيبس دورساليس هي اللوس اوف الدورسال كولوم تراكت، وبعدين وبالتالي لوس اوف بروبريوسبشن، لوس اوف بروبريوسبشن، فبيسموها نيوروسيفلس. نيوروسيفلس، والنيوروسيفلس بيحصل حاجه اسمها تيبس دورساليس، بيسموها كمان جنرال باريسز، يعني حصل مشكله في الايه، في السنسيشن كلها بتاعت الجسم، جنرال باريسز. طب دي هعرفها ازاي؟ هتلاقي برود بيزد اتاكسيا، يعني بيمشي كده بيتمطوح لدرجه كبيره، لانه مش عارف جسمه اصلا ايه، مش حاسس بالبريشر كويس والتاتش للارض. بيحصل بوزيتيف رومبيرج ساينز، يعني توقفه كده وتغمض عينيه وتخلي ايديه في جنبه كده، تلاقيه وقع في ناحيه من النواحي، لانه مش حاسس رجله مع البروبريوسبشن، مش حاسس بيه كويس. حاجه اسمها شاركوت جوين، شاركوت جوين، تمام. يبقى بوظ التيبس دورسالس، تمام. ممكن يروح لحاجه اسمها البريتكتال تراكت. المفروض العين بتاعتنا نحط لها اللايت، تحصل اكيوميديت البيوبل، يحصل لها اكوميديت، كمان لو يحصل لها كونستريكشن، كمان لو بصينا لحاجه من قريب جامد هيحصل اكوميديشن، يبقى العين بتاكوميديت وبتكونستريكت تو لايت. البيوبل نورمالي بتكونستريكت تو لايت وبتاكوميديت. هنا بقى ايه المشكله؟ قال لك انه حصل بريتاكتال تراكت ليجن، وبالتالي العين هيحصل لها اكوميديت، يعني لو قربت لها حاجه قريبه تاكوميديت عشان تشوفها كويس، لكن لو حطيت نور ليها ما تحصلهاش كونستريكشن، يبقى اكوميديت بات داز نوت رياكت، اكوميديت بات داز نوت رياكت. بيسموها كمان البروستيتيوت بيوبل، يعني عين العاهره. ليه؟ لان العاهره بتاكوميديت بات داز نوت رياكت، يا اكوميديت بات داز نوت رياكت، مش عارف اشرح. اكوميديت بات داز نوت رياكت، اكوميديت يعني بتتفاعل. لو وجهت لها الحاجه مثلا او كده بتاكوميديت، بات داز نوت رياكت يعني مش هتدي رد فعل كده، مش هيحصل نتيجه للاكوميديشن ده. مش لازم تشرح التوازن. توازن الجسم بيحصل بالسريبيلم او الدورسال كولوم، لان الدورسال كولوم بيحمل البروبريوسبشن سنسيشن، بيحمل كل كمان ما عدا البين والتمبريتشر. وبالتالي لما يحصل حاجه اسمها نيوروسيفاليس، نيوروسيفاليس يحصل حاجه اسمها ايه، رومبيرج ساينس برود بيزد اتاكسيا، تمام. ارجل روبنسون بيوبل اللي هي البروستيتيوت بيوبل، ادي الارجل روبنسون بيوبل كونستريكت with accommodation، يعني بيحصل constriction للعين بس مش مع اللايت، لا مع الاكوموديشن، but not reactive to light، بيسموها البروستيتيوت بيوبل. طبعا هنا برضو في التيرشري ستيج بقى عامل الفيديو ار ال والاف تي اي، الفيديو ار ال للسكريننج والاف تي اي للكونفرماتوري، فهلاقي ايه، هلاقي التريبونيما باليدا، سي اس اف هلاقي بوزيتيف، يعني هلاقي هنا الكارديو ليبن، وهنا هلاقي الانتيجين بتاع التريبونيما باليدا. بشوف السي اس اف عشان اعمل له، اعمل بي سي ار يمكن الاقي بكتيريا فيه، فهلاقي التريبونيما باليدا. ده التيرشري سيفلس، وبيسموها التيرشري سيفلس اللي هو السي ان اس مانيفستيشن اللي هو النيوروسيفلس،
والسفاليتيك اورتايتس والسفاليتيك ان انجينا والاورتيك رابشر وكل ده، كل التيرشري سيفلس ده بيسموها جوما، بتعمل جوما. جوما يعني جرانيولوما، جوما يعني جرانيولوما، يبقى بيحصل جوما اللي هي كرونيك جرانيولوما. كرونيك جرانيولوما بيحصل ألسر، دي حاجة كمان من اللي بتحصل، يعني بيحصل ألسر في التنج وفي الفيس، مشكلة في التنج وفي الفيس. وطبعا هنا مشكلة في الفيس ما تلخبطش بينها وبين الليبروسي، لأن الليبروسي بتعمل لينوين فيس، يعني الوش بيبقى عامل شبه الأسد كده، شبه وش الأسد، ده الليبروسي. إنما السيفلس بيحصل حاجة اسمها جوما، جوما يعني بيحصل ألسريشن في الوش، بيبقى فيه ألسر كبيرة لارج ورابري في التنج وفي الفيس. ده كله السيكشوالي ترانسميتد. انما الكونجينيتال السندروم بقى اللي بيحصل، يعني الفيرتيكال ترانسميشن، ان هلاقي العيل ميت بيموت بسبب الايه، يعني نازل ميت، اول ما ينزل من البلاسنتا بيكون ميت ستيل بيرث، وبيكون اهب لو عايش، يعني بيكون اهبل اهتم اطرش اعرج وجسمه طافح، اهبل اهتم اطرش اعرج وجسمه طافح، اهبل اهتم اطرش اعرج وجسمه طافح. اهبل يعني بيبقى ماتيرنالي ريتاردد، اهتم يعني سنانه فيها ايه، فيها نوتش، بتبقى السنان المفروض مثلا كده، لا بلاقي السنان عامله كده فيها نوتش. هاتشنسون تيث، هاتشنسون تيث اطرش، يبقى عنده مشكله في الكرينيال نيرف رقم 8، الاوديتوري كرينيال نيرف، يبقى هيحصل ديفنس، مش هيسمع اطرش اعرج، التبي عنده معوجه لقدام، تمام، بيسموها سيبر تيبيا، بيسموها سيبر تيبيا، وجسمه طافح، بلاقي ماكيلو بابيلر راش وديسكويميشن في جسمه كله، ده في الطفل. طبعا الماكيلو بابيلر راش في الكبار بتحصل في السكندري ستيج، هنا بتحصل طبعا في الطفل اول ما يتولد، تلاقيه بقى عنده ماكيلو بابيلر راش، سيبر تيبيا ديفنس، ستيل بيرث، ماتيرنالي ريتاردد هاتشنسون تيث، كونجينيتال سيفيلس. بيحصل كمان حاجه اسمها روجيدز، روجيدز يعني بتلاقي سكار موجوده في الانجل اوف الماوس، الماوس المفروض مثلا يبقى كده، فهلاقي في الانجل هنا كده في سكار اوف الماوس، سنافل، هلاقي حاجه اسمها سنافل، سنافل يعني دايما بيحصل ديستشارج من النيز، من النيزل، من النوز، نيزل ديستشارج، سادل نوز، بيكون المفروض النوز مثلا بتبقى نازله كده، تمام، لا ده انا هلاقي النوز بقى عامله كده وداخله لجوه، يبقى هلاقي داخله لجوه الغضروف متآكل، بيسموها سادل نوز، وطالع لبره بقى من تحت كده، سادل نوز، سادل نوز، سنافل، روجادز، شورت ماكزيلا، بيسموها سيبر تشن، سيبر تشن، شورت ماكزيلا. وطبعا مشكله في الكرينيال نيرف رقم 8. طب عشان اعالج دوت، قال لك ده بيحصل في الفيرست ترايمستر، ده كله بيحصل في الفيرست ترايمستر، وبالتالي قبل ما يحصل، هو typically occur after the first trimester، يبقى قبل ما يحصل ده to prevent treat the mother early in pregnancy as the placental transmission typically occur after first trimester. أول ما أعرف إن هي حامل وفي شك إن هي عندها syphilis screening for the treponema pallidum، وأجي معالجها قبل the first trimester. طبعا هعمل screening إزاي؟ قلنا في second و third هاجي عامل، في الفيرست اللي هو يا دوبك بلاقي شنكر، هاخد الفلويد من الشنكر واجي عامل ايه، واجي عامل الدارك فيلد مايكروسكوبي. طب افرض بقى في السكند ستيج لقيت ماكيلو بابيلر راش، لقيت كوندايلوما لاتا، او في التيرشري لقيت جوما اللي هي مشكله في الفيس في التنج عنده ألسريشن، او لقيت سيفاليتيك اورتايتس، اورتيك رابشر، سيفاليتيك نيوروسيفالس، كل دوت هاجي اعمل له ايه، في دي ار ال، يبقى الفي دي ار ال فور سكريننج. وطبعا في دي ار ال او هو يعني في واحد شبهه الار بي ار، في دي ار ال او ار بي ار دوت بيسموه نان تريبونيمال تيست، يعني مش للتريبونيما بس، هو للسبايرو كيتس كلها، وكمان هو مش للسبايرو كيتس بس، ده بيظهر
في حاجات تانية، لأنه هو بيبحث عن إيه؟ عن الأنتي بودي ضد الأنتي كارديو، ضد الكارديو ليبن. يبقى أنتي كارديو ليبن أنتي بودي. كارديو ليبن ده باي برودكت للتريبونيما انفكشن، برودكت بيحصل لما بيحصل انفكشن بالتريبونيما فيطلع ضده أنتي بودي. أنا ببحث على الأنتي بودي ده بحاجة اسمها VDRL أو RBR، تيست اسمه VDRL أو RBR. ده باد بوزيتيف، يعني ايه؟ لو طلع لي بوزيتيف هيبقى وحش. ليه؟ لان الكارديو ليبن بيطلع في حاجات تانية، لكنه لو مفيش بقى خالص يبقى نيجاتيف، يعني ده معناه انه ما عندوش سيفلس. جود بوزيتيف، جود نيجاتيف لكنه باد بوزيتيف، جود نيجاتيف لكنه باد بوزيتيف، بيسموه نون تريبونيمال تيست، وبستخدمه للسكريننج وللفولو اب. ليه للفولو اب كمان؟ يبقى هو بيوزد فور الفولو اب ويوزد فور السكريننج. فولو اب لانه قال لك كوانتيتيف، يعني بعرف الكميه بتاعت الكارديو ليبن انتي بودي من خلاله. يبقى الكميه دي لو قلت بالعلاج هيبقى هو ايه؟ معناه انه بيتعالج صح، يبقى ريسبونسيف تو تريتمنت. يعني هو كوانتيتيف، يعني كل ما ادي علاج يقل الانتي كارديو ليبن انتي بودي، الرقم ده يقل، يبقى معناها ان هو ريسبونسيف تو تريتمنت، وبالتالي هستخدمه في الفولو اب. الاف تي اي او تي بي بي اي دوت بيبحث عن، خصوصا الاف تي اي، اف تي اي بيبحث عن الانتي بودي ضد السبايرو، انتي بودي ضد السبايرو كيتس. باجي واخده حطه على العينه عشان يبحث لي عن السبايرو كيتس. يبقى هنا الاف تي اي بيبحث عن الانتيجين، واكبر دليل عشان ما انساش، يعني عشان ما تنساش، اف تي اي انتي بوديز، هو اسمه اف تي اي انتي بوديز، اف تي اي انتي بوديز، اف تي اي از انت، اف تي اي انتي بوديز معناها ان هو بستخدم الانتي بودي عشان ابحث على الانتيجين. يبقى انتي سبايروكيتس انتي بودي يوز تو ديتكت الانتيجين. قال لك خلي بالك انه not affected by therapy، لانه هيفضل هو يا positive يا negative مش quantitative. ادي اول حاجة، يبقى مش هستخدمه في الفولو اب. يبقى ليه؟ لانه هو مش quantitative، يعني not affected by therapy. تاني حاجة انه هو بي اصلا positive for life، يبقى مش هديك negative ابدا، ده positive for life. طالما انت جايلك syphilis قبل كده هيتن positive، يبقى انت واحد جايلك بالشنكر هتيعمل له دارك فيلد مايكروسكوبي، ماكيلو بابل الريش، كوندايلوما لاتا او نيوروسيفلس او اورتكس سيفاليتيك اورتايتس سيفاليتيك انجينا، كل الحاجات دي هتيجي عامل له ايه؟ اللي هو السكندري والترشري سيفلس، هتيجي عامل له الفي دي ار ال. طلع بوزيتيف، ده معناه ان هو ايه؟ ممكن يكون عنده. ليه؟ لانه ده باد بوزيتيف اللي هو الانتي كارديو ليبن. هاجي اعمل له الاف تي اي، طلع بوزيتيف يبقى ده وش عنده صفر، طلع نيجاتيف يبقى ما عندوش. طب الفي دي ار ال طلع نيجاتيف يبقى برده ما عندوش وش، لان هو جود نيجاتيف. تمام. طب الفي دي ار ال بوزيتيف ليه بقى اعمل كونفرميشن؟ لانه ممكن يبقى بوزيتيف في حاجات تانية. ايه الحاجات التانية؟ زي الفيرال انفكشن، وخصوصا بالابشتاين بار فيروس والهيباتايتس فيرال انفكشن. دراج، سام دراج بتخليه بوزيتيف زي الالفا مسايل دوبا، الروماتيك فيفر، والليبروسي او اللوبس، ليبروسي او لوبس او ابشتاين بار فيروس او هيباتايتس او الالفا مسايل دوبا روماتويد فيفر، روماتيك فيفر. كل الحاجات دي لو عملت معاها في دي ار ال هتطلع بوزيتيف. عشان كده هو باد بوزيتيف، لانه بيزيد في حاجات اختصارها في دي ار ال برضه: viral infection, Epstein Barr virus, hepatitis, drug alpha mesyl dopa, or rheumatic fever, وال leprosy ولوبس. ال RBR او ال ART زي ال VDRL، ببحث عن ال cardiolipin antibody، anti cardiolipin antibody. ال TBBA او ال MHATB، MHATB او TBBA، وزيهم زي ال FTA، وده الاهم، ده بيبحث عن الانتيجين. ده in which الانتي سبايروكيتس انتيبودي against
الانتيجين are used to detect الانتيجين او السبايروكيتس. يبقى انا بستخدم الانتي بودي ضد السبايروكيتس عشان استخدمه احطه على الانتيجين عشان ايه اديتكت الانتيجين. دارك فيلد مايكروسكوبي في الفيرست ستيج او ستيج 1 بعالج بالبنسلين. اهم علاج للسيفلس هو البنسلين, فبالتالي في الاورال او اي ام في البرايمري والسكندري. الترشري ده مشكله كبيره ممكن يحصل انجينا, ده حاجه مشكله كبيره قوي ممكن يحصل له في سي ان اس, يحصل له جنرال باريسز او بنسموها سيفاليتيك نيورو سيفلس. يبقى لازم اعالج بايه؟ باي في على طول. يبقى بنسلين اي في في الترشري, اي ام واورال في البرايمري والسكندري. قال لك البنسلين لو عندك هايبر سنسيتيفيتي بدي اريثرومايسين في البرايمري والسكندري, لكن في الترشري لازم بنسلين. طب لو عندك هايبر سنسيتيفيتي بنسلين برضو, ولكن اديله طبعا كورتيزون معايا. قال لك وانا بعالج ممكن يحصل مشكلة, بحس ان هو عنده مثلا فيفر, عنده هيدك, عنده ماليز, انوركسيا, يعني حاسس بيجي يقول لك مثلا هو بياخد الدواء خد البنسلين, انا اتاكدت ان هو سيفلس اديته بنسلين, يجي يقول لك بعديها انا درجة حرارتي عالية جامد وبرتعش ومش جاي لي نفس اكل ومش عارف, ساعات بيظهر له راش. فانت تحس ان دي ايه هايبر سنسيتيفيتي, قول له لا دي مش هايبر سنسيتيفيتي, ده رياكشن معناه انه بيحصل في البكتيريا ديستراكشن. البكتيريا التريبونيما باليدم لما بيحصل لها ديستراكشن لما تموت بتعمل رياكشن عامل شبه الفلو اللي هو الاعراض اللي قلتها فلو لايك سيمتومز. بعد 24 في خلال ال 24 ساعه من العلاج بسبب البكتيريا ديستراكشن بيسموه جارش هيركسمر رياكشن. جارش هيركسمر رياكشن, جارش هيركسمر رياكشن. طبعا قارنا بين الشنكر والشنكرويد. شنكرويد بالهيموفيلس ديكوراي بينفول ميك يو كراي. كوندايلوما اكيوميناتا ده بالهيومن بابيلوما فيروس, وبرده ده عباره عن جينيتال ووردز وبتكون دراي. عندك هنا كيس بيقول لك ان واحد جاي عنده هيستوري اوف بينلس بينايل ألسر, يبقى عنده ألسر وهي بينلس عشان عمل من اسبوعين unprotected sexual intercourse. يعني ده sexually transmitted, بيقول لك كده يعني معناها sexually transmitted disease. قال لك كمان عنده ما عندوش tenderness او ulcerative genital lesion, مفيش فيسيكل, مفيش انجوينال لينفادينوباسي. كل الكلام ده معناه ان هو بس عنده ايه برايمري سيفلس اللي هو بينلس يعني شنكر, بينلس ألسر يبقى شنكر, مفيش لينفادينوباسي يعني دوت مش معناه انه مفيش سكندري سيفلس, هو برايمري بس. وفي الاخر جاي قايل لك ايه الموست يوسفول ان دايجنوزنج التريبونيما باليدم. تريبونيما باليدم اللي هي بتعمل سيفلس, فجا هو مديك الكيس دي كلها عشان يقول لك ان هي برايمري. يبقى ايه دارك فيلد مايكروسكوبي, دارك فيلد اليومينيشن. يبقى باخد اكسديت من الالسر اللي هي الشنكر واجي اعمل لها ايه دارك فيلد. طبعا مفيش توكسين هنا. بلاد كالتشر قال لك انا ما بعملش اصلا كالتشر للايه للتريبونيما باليدم. ديفرنشيال ميديا يعني ميديا بيفرق بين حاجتين زي الماكونكي اجور مثلا. بيقول لك انريتشمنت ميديا برضو ما بعملش هنا انريتشمنت ميديا زي مثلا لما بعمل شوكليت اجور للهيموفيلس انفلونزا. جرامستين هنا اصلا ما بيتصبغش بالجرامستين, هو بيتصبغ بالجيمس ستين. بستخدم الدارك فيلد مايكروسكوبي.